طيب المسألة دي هي هو الشيت فيه مسألة واحدة بس ماشي؟ فاحنا ان شاء الله نحاول نخلصها ونشوف مسألة من شيت خمسة نحلها برضو. طيب ده تطبيق اللي انتوا خدتوه في المحاضرة، ده الاون اوف كنترولر ماشي؟ فهي المسألة دي جت في امتحان قبل كده في فاينل. خلاص المسألة دي لو انتوا فتحتوها في الامتحان هتلاقوها مكتوبة بالسي ماشي، لانها كانت المفروض تران على كنترولر تي ام 4 سي، فانا حولتها الاردوينو. تعال نشوف بقى نتعامل معاها ازاي ماشي، بس ركزوا فيها لان المساله مهمه. تمام كده؟ بيقول لك انت عندك ووتر تانك في اتنين سنسورز ماشي، في السنسور اللور سنسور ده مسميه ال سنسور والابر مسميه يو سنسور، فكده في تو سنسورز ماشي. القرايه بتاعت التو سنسورز دول يعني ده كده الووتر تانك، وادي المايه اللي فيه، الفلو بقى جاي له يعني هو مفتوح كده وفي مايه من فوق وفي فالف هنا. خلاص؟ انا رسمتها بالعكس. وادي الليفل بتاع المايه. فالتو سنسورز دول بيقول لك الليفل بتاع المايه فين؟ هل هو معدي اللور ولا معدي الابر؟ وهنشوف هنتعامل معاهم ازاي. القرايتين دول بقى يخشوا على كنترولر، ركزوا بقى، ده كده كنترولر بياخد القرايه دي كده والقرايه دي، وفي تو انديكيتورز الارم ليد، وفي هنا الاون ليد. هقول لكم كل واحده بتعمل ايه في دول، وفي سيجنال كمان خارجه منه دي الكنترولر، دي الكنترول سيجنال ماشي، داخله على ووتر بامب بالمنظر ده كده ماشي. فالميه هي جايه من الووتر بامب دي، انا اسف، الميه جايه من الووتر بامب وهو مقفول والفلو خارج من هنا. طيب تعالوا بقى نقرا واحده واحده ونشوف هو عاوز يعمل ايه بالظبط ماشي. بيقول لك يعني الشكل اللي انا رسمته اهو ماشي، ادي الكنترولر بالتو انديكيتورز بتوعه، وادي التانك خلاص، وادي الفالف، وادي الووتر بامب ماشي. تعالوا بقى نقرا المساله واحده واحده. بيقول لك ان هو في تو الكنترولر ده هاز تو انبوتس، ابر ليفل سنسور ولور ليفل سنسور، which sense the level of the water inside the tank. خلاص ودي يعني حاجه مفهومه يعني. بيقول لك both sensors are connected through signal conditioning circuits to output high and level voltage levels. يعني من الاخر السيجنال اللي خارجه من هنا بيدخلها على signal conditioning circuit عشان تطلع لك هنا يا لو يا هاي على حسب حاله الايه؟ الليفل بتاعت الميه ده. لو هو عدى السنسور ده فده هيديك لو، سوري ده هيديك هاي وده هيديك لو. يعني لو هو الميه واصله لحد هنا كده ده هيديك هاي وده لو، الميه زادت ده هيديك هاي وده هاي. فكل واحد بيشوف الليفل بتاع الميه فين، بيسنس الميه يعني ويقول لك هو هاي ولا ليفل، وانت من خلال التو سيجنالز دول المفروض تعرف حاله الايه؟ التانك ده. يعني هما الاثنين ادوك لو، فده انديكيشن لايه؟ ان الميه تحت هنا ما عدتش ولا واحد من دول. لكن ينفع ده يديك هاي وده لو؟ لا يعني ما ينفعش، لان الميه بتتملي من فوق لده، من تحت لفوق ماشي. طيب بيقول لك بقى الكنترولر اوتبوت بي از يوزد تو كنترول ا ووتر بامب. يعني الكنترولر ده فيه اوتبوت بي اللي هي دي كده بتكنترول الووتر بامب دي ماشي، اون جرين اند الارم ليد انديكيتور. عندك تو ليدز، دي جرين ليد ودي ريد ليد. خلاص تعال بقى نشوف كل واحده فيهم تشتغل امتى. بيقول لك ان هو الكنترولر بيشغل بروجرام 1، ده اللي احنا
هنحله يعني. ماشي، المفروض دي تبقى اردوينو بقى. نغير بقى الصيغه دي يعني في السؤال، ما علينا. The bomb should be turned on by applying a logic high on signal B. يعني لما تيجي تشغل البامب تخلي بي دي هاي، ودي منطقية. ماشي، وبعدين by applying a logic high on signal. If the water level in the tank is below the low level until it reaches the upper level. يعني بتشغل انت البامب دي لو الليفل بتاع الميه تحت اللو، وتقفلها اول ما يعدي الهاي. ماشي، يعني مش اول ما يعدي اللو تقفلها، لا، تفضل مكمل لحد ما يعدي الهاي. تمام. طيب لما بتقفلها بقى يبتدي الكنترولر ده يقفل البامب لحد امتى؟ يبتدي يخليها مقفوله لحد ما الليفل بتاع المايه ده يقل من هاي للو. لما المايه تنزل تاني عن الليفل ده تبتدي شغاله تاني. فده ايه ده؟ ده الهيستريزيس كنترولر. تعالى بقى نشوف الرسمه بتاعته مديها لك اصلا، عشان لو انت مش فاهم المكتوب اهو تفهمها من الرسمه. الرسمه بتاعته على جنب اهي في السؤال. ماشي، تعالوا بقى نشوف هو ماشي ازاي. ده كده الووتر تانك ليفل. ماشي، احنا قلنا اما يا لو سنسور، يا لو ليفل يا ابر ليفل. ماشي، وادي السيجنال بي، هي يا 0 يا 1، يا 0 يا 1. خلاص، فانت لو الووتر ليفل بتاعك كان 0 هتبتدي تشغل البامب دي، وتفضل مشغلها لحد امتى؟ لحد مش لما تعدي اللو، لحد ما تعدي الابر كمان. يعني هي شغاله طول الوقت ده، اول ما تعدي الابر تبتدي تطفي البامب. ماشي، وطول ما الميه بتزيد انت قافل البامب طالما عدت الابر. خلاص، وبعدين تعالوا نشوف اللي بيحصل لو المايه بتقل. لو ووتر تانك ليفل كان عالي قوي وبدا يقل الناحيه الثانيه، ايه اللي هيحصل؟ كل ده انت موقف البامب، صح؟ اول ما الليفل يقل عن اللو تشغل البامب. فدي الرسمه اللي هو مديها لك، وده اللوجيك. لو انت فهمته هتعرف تحل السؤال. ماشي، طيب في نقطة كمان مهمة نكملها، هو سؤال كبير بقى. ده سؤال امتحان بقى، يعني هو حوالي 10 أسئلة تشوز، فهو كان سؤال كبير في الامتحان. طيب النقطة اللي بيقولها دي مهمة جدا. If it happens that the pump is on for a specific time duration without having the water reaching the upper level, the pump is turned off and alarm LED is switched on for a specific period. يعني إيه؟ لو شغلت انت البامب دي لمده معينه والووتر بتاع الليفل معليش عن الابر، فكده في حاجه غلط بتحصل، فيقول لك اطفي البامب عشان ما تحرقش، وشغل الالارم ليد دي. فدي لازمه الالارم ليد. الاون ليد دي بتقول لك البامب شغال ولا لا، دي بتقول لك البامب هيتحرق ولا لا. فاول ما تبقى تنور لما تشغل انت البامب لمده معينه والليفل ما يعديش الابر ليفل ده. مفهومه النقطه دي؟ تعال نشوف هنعملها ازاي في الكود يعني لما نجلها. خلاص؟ طيب وايه يحصل تاني؟ بيقول اول ما تطفي البامب دي بعد ما يحصل الموقف ده استنى نفس الفتره تاني. استنى سبيسيفيك بيريود. هو ما قالش ان هي نفس الفتره، ماشي ما قالش، بس هتستنى بيريود تاني. وتبتدي تشغل تاني البامب. ماشي؟ واول ما تشغل تاني البامب تعمل ايه؟ هتشغل الاون ليد وتطفي الالارم ليد. ونكمل بقى السيكونس على كده. حد عنده مشكله في السؤال؟ ايه جراف تاني. ماشي، بص كده، ادي الووتر تانك ليفل من زيرو لحد التانك هايت، وفي تو ليفلز اللي انت مهتم بيهم في النص، اللور والابر. ماشي، وبعدين لو الووتر تانك ليفل ده كان بزيرو هتعمل ايه؟ هتشغل
الكنترولر ده تشغل البامب فتطلع هاي على البي سيجنال دي صح، فتبقى بون تفضل شغاله شغاله لحد ما الووتر ليفل يوصل لايه، يبقى ابر وانت طالع. فاول ما توصل للليفل هنا بتاع الووتر تانك تطفي بقى البامب خلاص، وبعدين حتى لو زاد الووتر تانك انت تطفيها. فانت جاي من ستيت ان انت عديت من الزيرو للال لليو، اول ما توصل من الستيت دي ترانزيشن ده تقفل البامب خلاص. وبعدين العكس بقى، لو الووتر تانك بيقل، لو الووتر ليفل بيقل، فطول لو انت جاي من الابر ليفل لللور ليفل سيبه، ما تشغلش البامب خلاص، سيب البامب مقفوله. اول ما تقل عن اللور ليفل تبتدي شغل البامب. ماشي، دي الرسمه بتاعت الكنترول اللي هو عاوزه. ده احسن ما يبقى عندك ليفل واحد، يعني انتوا خدتوا في المحاضره لما يكون عندك ليفل هنا واحد بس بتتحكم فيه، يعني لو انت عندك ليفل واحد بس للميه هنا. ايه مشكله السيستم اللي فيه ليفل واحد؟ ان لو انت عندك المايه بتقل وتزيد حوالين ليفل معين بمقدار بسيط هتفضل تشغل وتطفي الكنترولر، ده احسن في البرفورمانس. ماشي، يبقى عندك تو ليفلز بالمنظر ده احسن. تعال بقى نشوف، هو بقى في الامتحان مديك ايه؟ مديك زي ما قلت لكم، كان مديك كود. ماشي، فانت لما يديك كود زي ده اقراه واحده واحده. في الاول ما اعرف شويه كونستنس. ماشي، فالطبيعي كده انت عندك كم سيجنال في السيركت؟ عندك دي، يعني الكنترول اهو داخل له ايه؟ داخل اليو والال، وعنده هو مخرج ايه بقى؟ مخرج ده التو ليدز دول والبي سيجنال دي. فانت عندك كده كام بين محتاج توصلها بالاردوينو؟ 5. ماشي، ال بن دي واليو بن والالارم ليد بن وان اون ليد بن والبي بن. ماشي، هل في ريستريكشن على اي بن فيهم؟ لو قال لك في السؤال انا عاوز اشغل بن على انتربت، فساعتها بقى تضطر تحط البن دي فين؟ ايه بالظبط؟ على بن انيبلد الانتربت. يعني ممكن في الامتحان يجيب لك هاش ديفاين ال ال بن واليو بن دول، يقول لك انا عاوز احطهم بانتربت، فساعتها وممكن وساعتها بقى يسيب لك مكان البن دي فاضي، او يحط لك قدامه سيمبل ويقول لك بقى في التشوز تحت السيمبل ده المفروض يكون ايه؟ 2 5 6 7 مثلا، فساعتها انت ريستريكتد لبنز معينه. ماشي، وكذلك لو كانت بن بتقيس انالوج انت ريستريكتد لبنز معينه اللي هي ايه؟ البي دبليو بنز، وانتوا عارفين ارقامها. ماشي، طيب دي كده الخمسه بنز اللي احنا محتاجينهم. في شويه كونستنس كمان هو مديها لك في السؤال، هتساعدك في الحل، هتساعدك في الحل. ايه بقى الكونستنس دي؟ بصوا كده، البامب ستيت انت عندك ثلاثه بامب ستيت، يا اوف يا اون يا الارم، يا اوف يا اون يا الارم. ماشي، وثريشولد ال 10000 ده هم ادوا لك جيفن في السؤال ده، اللي انت هتعد بيه لو البامب شغلتها وما وصلتش للابر ليفل اطفي البامب، يبقى ده الثريشولد اللي انت بتعد بيه على البامب. ماشي، اخر حاجه بقى في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الكونستنس اللي هم مديهم لك دول، في جلوبال فاريبلز كده هم عرفهم، ده جلوبال فاريبلز بقى بيقول لك الستيت بتاعت السيجنالز دي، الاولد ستيت بتاعت ال وبتاعت اليو والكرنت بتاعت ال وبتاعت اليو اللي هم التو سيجنالز دول، محتاج تعرف الاولد ستيت والكرنت ستيت ليهم، فانت كده عندك اثنين هنا واثنين هنا يبقى كده اربعه، محتاج تعرف الستيت بتاعت البامب، فكده عندك خمسه جلوبال فاريبلز بيمثلوا لك الستيت بتاعت الايه؟ بتاعت التو سيجنالز دول وبتاعت البامب، حاله البامب. طيب الستيت بتاعت البامب دي هتاخد فاليوز الثلاثه اللي فوق دول، يا اوف يا اون يا الارم، عشان لما تيجي في السؤال هتلاقي ان هي ما بتاخد حاجه من الثلاثه دول. ماشي، و اون ستيت كاونتر بزيرو ده اللي بيعد فيه بقى عدى وقت قد ايه خلاص، والبامب من اول ما البامب اشتغلت وما وصلتش للابر ليفل، يبقى ده الكاونتر اللي احنا هنعد فيه. اول ما يعدي الثريشولد ده بقى اللي هو معرفه فوق هنعمل ايه؟ هنطفي البامب خلاص. واول ستيت للبامب عندك ايه في السيستم؟ ان هي اوف، يبقى كده في الاول البامب بتاعتك اوف خلاص. تعالوا بقى نشوف الكود، الفويد سيت اب سهله،
ها ايه اللي هيبقى في الفويد سيت اب؟ انت محتاج تنشالايز ايه في الاول؟ التو ليدز دول والثري بنز دول. التو ليدز دول هيبقوا انبوت ولا اوتبوت؟ اوتبوت. والدي بي اوتبوت واليو ال انبوت. يبقى عندك كده ثلاثة اوتبوت واثنين انبوت. ماشي؟ هو كان في السؤال مديها لك جيفن يعني. بس كان ممكن يسيب لك الحتة دي فاضية ويقول لك دي هتبقى انبوت ولا اوت. ماشي؟ فهعرف ال ال واليو بنز دول كانبوتس وبقية البنز اللي هي البن بن البي بن والاون ليد بن والالارم ليد بن بين هم اوتبوتس. ماشي؟ طيب تعالى بقى نركز في المهم بقى الفويد لوب عشان دي اللي فيها الكلام. اول حاجه بيعملها في الفويد لوب اول حاجه بيقرا الكرنت ستيت بتاعت التو سنسورز دول. هيقراهم بايه؟ من غير حد يبص. ها بالظبط هم تو بنز ديجيتال انبوتس فهيقرا بالديجيتال ريد سهله. فهيقرا الكرنت ال من الديجيتال ريد اوف ال بن والكرنت يو من الديجيتال ريد اوف يو بن. خلاص كده؟ ماشي. بصوا بقى على اول ستيت عندك. فهو كده عنده الستيت بتقعد اليو والال. فبيقول هل الستيت بتساوي بامب اوف؟ هل البامب مطفيه دلوقتي؟ لو الستيت البامب اوف شوف بقى الاربعه كونديشنز الاربعه لاينز دول و تعال نحل الاسئله بتاعته. بيقول لك اف سي 1، سي 1 ده هيسالك عليه بعدين يقول لك ايه السي 1 ده. ماشي؟ لو السي 1 حصلت والبامب كانت اوف خلي البامب اون. يبقى السي 1 دي ايه؟ تعالوا غششكم الاجابات الاختيارات اهي. اهي. انهي اللي يحصل؟ لما تكون البامب اوف فتخليها اون، انهي كونديشن في الاربعه دول؟ انا حاطط لكم الاختيارات اهي. ها؟ اقراها كده بالراحه بالراحه وحد يرفع ايده ويقول لي هو اختار كده ليه؟ دلوقتي انت في ستيت بامب اوف وعاوز تخليها اون. فالسي 1 دي الكونديشن بتاعها يبقى ايه؟ مين عارف؟ قول. اللي هو نوت كرنت ال اند نوت اولد ال. ده معناه ايه بقى الكونديشن ده؟ ايه؟ السنسورين دول بزيرو. ان ال اللي كانت اوف يعني كان الليفل بتاع الميه هنا وما زال هنا. حد عنده راي تاني؟ حد عنده راي تاني؟ قول اللي جنبها على اليمين. حد عنده راي ثالث؟ الاراء بدات تزيد. طيب خلينا نتاكد بس الاختيارات دي صح. معلش ادوني دقيقه عشان انا بس ناقلها من السؤال يعني. ادوني دقيقه. هو الحل فيهم بس انا مش عايزكم تلخبطوا. بس الاختيارات دي مظبوطة. مين مقتنع بأول إجابة؟ مين مقتنع بالثانية؟ إيه؟ نرجع للإف كونديشن. بص أدي الإف كونديشن أهو. البامب كانت أوف. البامب كانت أوف. إمتى البامب تبقى أوف؟ البامب أوف لما هو يكون من اليو جاي من أبر ليفل وبدأ يقل. صح؟ وبدأ يقل. دلوقتي بقى إحنا نخلي البامب أون إمتى؟ لو هو كان هنا ونزل هنا. صح؟ اني كونديشن في دول بقى اللي يقول لك دي كده؟ ايه؟
الكونديشن الثاني ده ان هو النوت كارنت ال والاولد ال. الاولد ال دي معناها ان الميه كانت معديه الليفل ال ده والكارنت ال الميه نزلت تحتيه. ما هو بيقول لك نوت نوت دي معناها ان هي دي لو. يعني امتى التو كونديشنز دول يتحققوا؟ لما الميه تكون هنا ونزلت هنا، في ساعتها شغل البمب ماشي. فسي 1 هتبقى الثاني حل ده. طيب نكمل بقى. فبيقول لك لما الستيت بامب اوف والكونديشن اللي انت عملته ده هيخليك البامب اون. وبعدين بقى اعمل الثلاث حاجات دول، ديجيتال رايت على البي بن في 1، ديجيتال رايت عن اون ليد في 2، ديجيتال رايت على الالارم ليد في 3. ايه الثلاثه دول بقى؟ انت دلوقتي في حاله الستيت بتاعتك بامب اوف، هتعمل ايه في الثلاثه سيجنالز دول الاوتبوتس بتوعك ده وده وده؟ قول لي كده في 1 وفي 2 وفي 3 هيبقوا في الفاليوز بتاعتهم زي 0 يا 1 يا لو يا هو. قول لي كده في 1 1 في 2 1 ماشي في 3 ب 0. حد عنده حل غير اللي هو بيقوله ده؟ ها حد شايف حل تاني خالص؟ يا جدعان اللي هو بيقوله ده غلط، اللي انت بتقوله ده غلط مش صح. ركزوا تاني ركزوا تاني ركزوا تاني. غلط. لما تبقى اون بقى، هي دلوقتي اوف. بص 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 كده بص كده الاف كونديشن بتاعتك بتحقق السطر ده بس ماشي. هي اللخبطه في ايه؟ ان هو جايب لك الاف كونديشن دي فوق والثلاث سطور دول تحت، هو المفروض كان عكسه بس ستيل صح. يعني ده الكود ده مش غلط، الكود ده صح بس هو بيلخبط شويه. دلوقتي انت الستيت بتاعتك اوف، لما يحصل الكونديشن ده هتخليها اون، بس دايما هتحقق الثلاث سطور دول دايما، والبامب اوف الثلاث سطور دول هتنفذه. طب لما البامب اوف انت عاوز تعمل ايه؟ ها؟ ما انا قلت لكم هو عشان بس الترتيب متغير فانتوا اتلخبطتوا. لو كان حاطط الثلاث سطور دول فوق الاف كنت تجيبوها بسهوله. فانت البامب اوف بتاعتك هتخلي البي بن دي زيرو والفي 2 اللي هي على ايه مكتوبه على ايه؟ الفي 2 دي مكتوبه على الاون ليد دي هي اوف هتخليها زيرو، وطبعا مش الارم فهتخليها زيرو برضه. ها تاني 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 مش فاهم. طيب بص انت فاهم احنا في الاوف اتحولنا للاون ازاي صح؟ الكونديشن سي 1 والاف كونديشن هي مش مكتوب لها براكتس، فالاف كونديشن لما تتحقق تحقق السطر ده بس خلاص. يعني الثلاث سطور دول مش جوه الاف كونديشن اللي بتحول لك من الاوف لاون. فانت دلوقتي في الاوف الثلاث سطور دول هيتنفذوا دايما وانت في الاوف ماشي. فلما الثلاث سطور دول وانت في حاله البامب اوف، ايه اللي بيحصل لما البامب تكون اوف؟ الكنترولر ده هيطلع زيرو هنا ودي هتبقى لو، الليد دي مش هتشتغل والالارم مش هتشتغل، كلهم بزيرو. لو هي ايه؟ لو هي ايه؟ لا هي اوف دلوقتي، الستيت بتاعت البامب ان هي اوف، الستيت بتاعت البامب ان هي اوف. فالمفروض البامب دي ما تشتغلش تبقى زيرو وده زيرو والليدز دي مش هتشتغل. قول ايه لو في ايه؟ لو في براكتس بعد الاف بس ساعتها الكود هيشتغل غلط اصلا. يعني هو الكود ده الصح، الصح الاكتر بقى عشان الكود يبقى مفهوم للي بيقراه ان الثلاث سطور دول يبقوا قبل الاف ماشي. قول هجيلك جايه حاله الاون جايه ماشي. خلاص خلصنا من حاله لو البامب اوف ايه اللي هيحصل والترانزيشن من الاوف للاون ماشي. طيب كل دي كانت تشوز، كل ده كان تشوز في الامتحان، كان يجيب لك الكود كده يقول لك في السطر رقم 10 مثلا الفي 1 بكام، الفي 2 بكام، الفي 3 بكام، السي 1 بكام، وهكذا. فهو حاطط سيمبلز في الامتحان وبيسالك عليها في التشوز ماشي. خش بقى على الستيت اللي بعدها. الكود ده مكمل هاي، يعني الفويد لوب حاطه الكود ده ورا بعض بس انا حاطه في كذا سلايد عشان خاطر ايه المكان. يعني بصوا كده بصوا بيقول لك ايه؟
else لو مش بامب لو الستيت مش اوف else if هل الستيت اون لو بقى هتحقق السطور دي دلوقتي الستيت بتاعه البامب اون هي شغاله ايه اللي هيخليها بقى الكونديشن اللي هيخليها تبقى اوف تعالوا بقى نشوف الاوبشنز الاوبشنز اهي ايه اللي هيحول لي من البامب اوف للبامب من البامب اون لاوف تحت على الشمال اللي هي دي صح كده حد شايف حاجه غير دي حد شايف ان دي غلط طب دي معناها ايه طيب بالظبط الكونديشن اللي انا معلم عليه ده الكرنت يو اند نوت الاولد يو معناها ان الاولد يو كانت اوف فمعناها ان الووتر ليفل كان تحت الاون كان هنا كان اي حاجه تحت اليو اسف اي حاجه تحت اليو والكرنت يو بقيت بون فمعناها ان الميه عدت الليفل ده فهي جايه من هنا جايه من تحت لفوق فخلصت في البامب خلي الاستيت بوف طيب الاستيت بتاعت الاون دي بتوديك لثلاث حاجات يا اوف ايه الحاله الثالثه يا الارم امتى الالارم بيحصل وده اللي بيسالك عليه ماشي فسي 3 بيقول لك اف سي 3 لو حصل الكونديشن سي 3 ده هتخلي الاستيت ببامب الارم وتخلي الكاونتر بزيرو فساعتها قال ايه السي 3 دي بقى اهو الاوبشنز والاختيارات اهي ادي الاوبشنز بتاعت سي 3 انهي واحده فيهم بقى اقرون بالراحه بالراحه حد غيرك انا عاوز حد يشارك ها اختار طيب عشوائي قول ايه تاني واحدة دي حد عنده يا جماعة مشكلة في اللي هو قاله ده؟ طب معناها ايه تاني واحدة دي؟ بالظبط صح اللي هو بيقوله ده صح معناها ان انت الاون ستيت بتاعتك الكاونتر اللي انت بتعد فيه ده بقى اكبر من الثريشولد وكمان الكرنت يو ما زالت اوف معنى كده ان الميه لسه ما عدتش ده والايه والبامب شغاله وقت اكبر من الثريشولد فساعتها هيعمل ايه؟ الارم خلاص هتخلي الستيت بتاعتك الارم وتصفر الاون ستيت كاونتر تاني هنعرف ليه بنصفره تاني هنعرف ليه لما بيعدي الثريشولد بنصفره تاني دلوقتي بس عشان نفهم الكود ماشي ازاي الصوت بلاش مناقشات جانبيه اللي عاوز حاجه يسال ماشي دلوقتي لما البامب دي تكون اوف ايه الاوبشن اللي عندها انها تبقى اون مفيش حاجه غير كده هي اوف هي مش شغاله الاوبشن الوحيد انها تسيبها اوف او اشغلها طيب لما تكون اون عندي كام ستيت ينفع توصل لها اتنين يا اما اطفيها يا اما اعمل الالارم ولسه بقى لما تبقى الستيت بتاعتك الثالثه اللي هي الالارم دي نشوف هنعمل ايه دلوقتي لما تيجي دورها فاحنا دلوقتي بنحل في الستيت دي ان البامب كانت اون فهو ده الكونديشن اللي احنا دخلنا جواه اللي هو ده كده الستيت بتساوي بامب اون ماشي فهو بيسالك امتى تخليها من اون لاوف وعلى فكره في السؤال بيقول لك سي 2 دي بتعمل ايه حتى لو انت مش فاهم الكود ماشي ازاي فهو بيقول لك ان السي 2 ده الكونديشن اللي بيخلي البامب من اون لاوف ماشي فايه اللي هيخلي البامب من اون لاوف زي ما زميلكم اللي هنا قال ان هي الاولد يو بتاعتك تبقى لو والكرنت يو تبقى هاي ساعتها بدل ما انت مشغل البامب فيها خلاص كده ماشي طيب السي 3 لسه زميلكم جاوب عليه اللي هو بيعمل لك من البامب اون يخليها الارم يحول لك من الستيت بتاعت الاون لالارم تحصل امتى لما الكاونتر اللي انت بتعد فيه ده يكون عدى الثريشولد ماشي والكرنت يو ما زالت لو اللي هو الكونديشن الثاني ده هنشوف هو بيعد في الستيت كاونتر فين دلوقتي يعني لسه الحته بتاعت العد دي ما جاتش اهي ماشي ان سريش ان الستيت كاونتر بتاعك عدى الثريشولد وما زالت الكرنت يو دي بلو خلي بالكم في نقطة قبلها هنا دي معناها ان هي لو ماشي الكونديشن ده يتحقق لما هي تبقى لو يعني طيب
بص بقى بعد كده ايه اللي بيحصل. كل ده انت لسه في الاون ستيت ماشي، عملت التو كونديشنز دول ومكمل بقى. اف نوت كارنت ال معناها ايه الكارنت ال دي؟ ها ايه؟ ان ده تحت، ان هي السنسور ده الليفل بتاع المايه لسه ما جاش. اون ستيت كاونتر بلس ايكوال 1، زود الكاونتر بواحد ماشي، اللي انت بتعدي فيه على الثريشولد. وبعدين ها ديجيتال رايت على البي بن في 4 وعن اون ليد في 5 وعلى الارم ليد في 6. الفي 4 والفي 5 والفي 6 دول هيبقوا ايه بقى؟ جيفن ان احنا في اني ستيت؟ احنا في اون. ها زي ما قلت لكم بيقول 1 1 0. تعال نشوف، انت في حاله الاون فلازم الفي 1 اللي هي سوري الفي 3 الفي 4 انا اسف دي الفي 4 الفي 4 دي اللي هي مكتوبه على البي بن تبقى ب 1. ايوه انت عاوز تشغل الكنترولر وانت في الاون صح. الاون ليد هتشغل اللي انت مش طالما مشغل البامب فانت بتشغل الاون ليد دي. فهنا نطلع بحاجه مهمه، ان طالما دي شغاله دي شغاله، دي مطفيه دي مطفيه ماشي، فخلي بالكم ان الاثنين دول اسوشيتد مع بعض، فدي هتبقى اون برضو. هل انت في الالارم ستيت دلوقتي؟ لا، فالالارم بين هتبقى بزيرو ماشي. طيب قول ايه؟ لا لا لا، هو بيعد اول ما بيشغل البامب وما وصلتش لليو. من اول ما يشغل البامب. فهو امتى هيشغل البامب؟ بالظبط. قول ايه؟ تاني، انت دلوقتي جوه الكونديشن بتاعت البامب اون، لما تشغل الالارم الكونديشن بتاع البامب اوف هيشتغل اللوب اللي جايه. فاهم حاجه؟ الثري لاينز دول بره الاف كونديشن بتاع البامب بتاع السي 3 اصلا براهم، فدول هيتحققوا امتى؟ هيتحققوا لما البامب تبقى اون، مش البامب الارم ستيت ماشي. انا قلت لك دول لو فوق الاف كونديشن هتبقى باينه وسهله وتمام، بس هو عاكسهم بس في السؤال. هي هي مش فارقه كتير، مش فارقه كتير ماشي. قول خلي بالك ان النقطه دي في السؤال مش تشوز، دي مكتوبه في السؤال. هو كاتب في السؤال ان انت لما بتشغل ما وصلتش للابر لمده معينه المفروض تعمل بامب الارم. هو مشغل الكاونتر مالناش دعوه، دي كده في السؤال عنده ماشي. ممكن تكون يعني لوجيك غلط في السؤال، بس دي جيفن في السؤال مش احنا اللي كاتبينها. لو كان الكونديشن ده تشوز كنا احنا نعمل اللي انت بتقوله ده ماشي. بس هو مش حاطه تشوز. معاك حق في النقطه دي صح، المفروض ان هي نوت يو، نزود الكاونتر بواحد ماشي. انا حتى واحنا بنتكلم رجعت قريت السؤال تاني، عاوز اشوف بيشغل الالارم امتى. مكتوب اهو، يمكن ما يكون نقله غلط، بس if it happens that the pump is on for a specific time duration without having the water reaching the upper level. يعني هو موضح اهو، لو انت شغلتها لمده معينه والميه ما عدتش الابر ليفل البامب استرند اوف ان الارم ليد سويتشد اون. بس لكن هو الكونديشن انت كاتبه المفروض يكون زي ما انت بتقول صح ماشي. بس هو كاتبه كده في الكود خلاص، احنا بنحل بس الايه الام سي كيو بتاعنا. طيب نكمل، نوصل بقى للستيت الاخيره اللي هي الالارم. انت في الالارم البامب في حاله الالارم، ينفع توصل لاني ستيت بعد ما تكون في حاله الالارم؟ ها اون بس ما قدامهاش غير انها تبقى اون ماشي. تعالوا بقى نشوف الكونديشن. في الاول لو الستيت بتاعتك بامب الارم هو بيعمل ايه؟ اون ستيت كاونتر بلس ايكوال 1 ماشي. وبعدين اف سي 4 ده كونديشن حصل، خلي البامب اون وخلي الستيت كاونتر بتساوي زيرو. ايه بقى الكونديشن سي 4 ده بقى؟ تعالوا نبص عليه كده. مين بقى يختار في دول؟ اهم واحده من دول
سهله قوي قوي، دي اسهل واحده فيهم اصلا. الثالثه ايوه، لا الرابعه. لو الستيت كاونتر عدى الثريشولد ماشي. هو خلي بالك في السؤال بيقول لك ايه، ان انت لما تشغل البامب وعدى وقت معين وما وصلتش للابر ليفل، اقفل البامب واستنى بيريود ثانيه وشغل البامب ثاني ماشي. فساعتها الاون ستيت كاونتر لو هو اكبر من الثريشولد خلي البامب اون. هو هنا في السؤال ما قالش صريحه في السؤال ان البريود اللي انت بتطفي فيها واللي انت بتشغل فيها متساويه، بس هو في الكود فرضهم ان هم متساويين ماشي. بالظبط ماشي. وحتى هو لما حوله للاون عمل الستيت كاونتر بزيرو عشان لما وصلش للابر ليفل، لما الستيت كاونتر يعد تاني من الاول عشان يشوف الابر ليفل هيوصل له تاني ولا لا. قول الاثنين. انت لو شغلت البامب وعديت وقت وما كانش وصل للابر ليفل اطفيها، ولما تطفيها هتعد وقت تاني عشان تشغلها تاني. ايه؟ لا قفلتها في البامب اوف، قفلتها في حاله لما انت خليتها بامب الارم سوري في الستيت اللي فاتت. وبعدين ديجيتال رايت بي بين في 7 في 8 في 9، فدول كده هيبقوا زيروز ولا وانز ولا حالتهم ايه؟ زيرو وان. انت في حاله الالارم دلوقتي، في حاله الالارم بتطفي البي والاون ليد بتاعتها هتبقى بزيرو طبعا، وبتشغل الالارم ليد ماشي، دي اللي بتبقى شغاله بس. وفي الاخر طبعا في اخر الكود بيعمل ايه؟ بيقول الاولد ال بتساوي الكرنت ال والاولد يو بتساوي الكرنت يو بس. ده كده الكود بتاع السؤال. كل دول كانت تشوز سي 4، اربع تشوز سي 4 و3 في لكل في من دول ماشي. حد كده عنده مشكله؟ السؤال سهل صح الى حد ما، لما فهمناه كده مره كان سهل. طيب تعالى نشوف مساله من شيت قديم ونشوف هنحلها ازاي. انا في مسالتين عاوز احلهم بس خلينا نحل بالاصعب، ولو في وقت نقول اللي بعدها. بصوا دي بقى شيت 5 بيقول لك develop an a real time clock that shows hours minutes seconds using the following components. محدد لك الكومبوننتس. I2C RTC، في موديل عندنا اسمه RTC. ايه ال RTC ده؟ real time clock، بيديك الوقت ماشي. عباره عن موديول كده بيبقى فيه باتري بتقول لك الوقت، حتى لو الاردوينو او السيستم بتاعك قفل تشغل تاني هي يعني كده كده عندها باتري بتقول لك الوقت كام دلوقتي ماشي. فدي الار تي سي، وانت هتستخدمها بالاي تو سي، يعني هو محدد لك انت هتشتغل ازاي. واس بي اي 7 سيجمنت درايفر، فالدرايفر بتاعنا دلوقتي هنشغله بالاس بي اي، و 7 سيجمنت موديولز. هو مجمع كوليكشن كده، ايه ميكس كده كويس من الموديولز اللي عندنا. خليني بس اسال سؤال، مين هنا من اللي قاعدين مش عارف ايه الفرق بين الاي تو سي والاس بي اي؟ على الاقل فرق بسيط بس يبقى عارف الفرق. مش عارف اصلا. ليه بقى؟ ايه؟ ما ده غلط مش صح، لان الاجزاء اللي انتوا بتاخدوها دي كل جزء بتاخد حته بسيطه، لما هتراكموهم على بعض الموضوع هيكبر قوي. فعشان خاطر ليله الامتحان انتوا عندكم قبل الماده دي كام يوم؟ ايه؟ لا ما تخليش الاسبوع يغركم برضو ماشي، ما عشان يبقى متفقين، اصل هتيجي قبل الاسبوع هتضيع يومين في الاول ومش عارف ايه، هيبقى لك 3 4 ايام فبلاش. على الاقل على الاقل يا جماعه ابقوا عارفين الدنيا بس فيها ايه، يعني عارفين يعني ايه اس بي اي عشان لما تتقال وتشوف استخدامها عامل ازاي، يعني ايه اي تو سي ماشي، يعني ايه يعني مثلا ايه الدرايفر ده، ايه 7 سيجمنت درايفر، ما ده اتقال في المحاضره برضو ماشي. سؤال تاني بقى، كم واحد بيجرب يحل سؤال في الشيت على البروتوس والاردوينو؟ يعني يكتب كود ويرنه. كم واحد بيجرب؟ 2 من 250، 3. ده برضه غلط، غلط كبير. مش معنى الكود اللي انت بتكتبه، لو انت بتحل الشيت وكتبت كود مش معناه ان هو صح. مين قال؟ انا اصلا ثلاث ارباع الكود بكتبها في الاول بتبقى غلط مش شغاله. لازم تكتب وتجرب على البروتوس، لازم تتاكد ان انت كاتبه ده لوجيك صح. قول ايه؟
انا جبتها وحطيتها يعني جبت لها داونلود من على اللايبريز جبتها من جيت هاب ريبو عملت لها داونلود وحطيتها في اللايبريز. طب فكرني طيب وهبعتها لك ماشي. بس انت كده كده استخدم ريكورد كريستال بقى مش لازم تستخدم ال بالظبط. وانا عامه ما بحبش سيميل اي دي ده خالص. انا بشتغل دايما على بروتوس بروح له بس لما يكون في حاجه عاوز اخلصها بسرعه يعني. طيب نرجع تاني للمساله نركز بقى شويه عشان دي فيها كذا كونسبت مهم. اول حاجه الار تي سي هنشوف استخدامها ازاي وهنشوف ازاي نستخدم ال 7 سيجمنت درايفر ويعني ايه اصلا 7 سيجمنت درايفر اللي هو ده اسمه ماكسيم 7221 ماشي. ده بيعمل ايه بقى اللي هو البلوك اللي في النص ده شايفين ده كده ما بين الاردوينو بورد وال 7 سيجمنت موديولز ماشي. كل مهمته تدي له انت كوماند معين وهو ينفذه لك. يعني على سبيل المثال كوماند ايه تقول له اكتب لي على اول 7 سيجمنت ديسبلاي 7 يروح كاتب لك 7 اكتب لي على ثاني واحده 5 اكتب لي عليهم هم كلهم. فانت بتدي له كوماند وهنقول لكم وهتعرف ازاي بتدي له الكوماند ده وهو بيحقق لك احلامك. هو بيعمل ايه بيوصل الاي بي سي دي اي اف جي والدي بي. الدي بي دي اللي هي ايه دي حد عارف ايه الدي بي اللي هي الدوت بين اللي في ال 7 سيجمنت ديسبلاي. انت عندك ال 7 سيجمنت ديسبلاي عباره عن 8 ماشي عباره عن كده وفيها دوت. فالمفروض لو انت جبت 7 سيجمنت من غير ديكودر ومن غير اي حاجه وعاوز تتعامل معاها هتعامل معاها ازاي؟ تقول له نور لي دي مثلا عاوز تعمل رقم 5 مثلا 5 بيتكتب ازاي؟ كده فتقول له نور لي دي ودي 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 بنفسك تقول له بنفسك نور الليد دي ودي 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 خلاص. ففي حل اسهل من كده يبقى في ديكودر حط ديكودر كده من بره وده اللي بيعمله الماكسيم البلوك ده يعني. فانت بتقول له الرقم وهو بينور الليدز المسؤوله عنه يعني هو بيبقى عارف لما تقول له 7 هينور دي ودي ودي لما تقول له 8 هينورهم كلهم وهكذا خلاص. ده لازمه الديكودر اللي هو محطوط في النص ده ماشي. طيب خلي بالكوا هو ده يعني البلوك ده الموديول ده واصل بيه ايه وخارج منه ايه. واصل له من البورد الكلوك والدي ان والتشيب سيلكت والفي سي سي وفي دي اوت لو انت عاوز دي اوت. فده كده انديكيشن انت ده بيشتغل بأني طريقه. ما في تشيب سيلكت اهي اس بي اي ماشي. الفرق الجوهري ما بين الاس بي اي والاي تو سي ان الاي تو سي كلهم بيشيروا نفس الداتا لاينز دي الداتا لاينز والكلوك لاين كل الموديولز اللي هنا ماشي وشغال هو بطريقه الماستر وسليفز. يعني عندك ماستر الاردوينو بورد مثلا ماشي متوصله بدول كده وفي سليفز مثلا ممكن تكون ال سي دي مش عارف موديول تاني تمبريتشر مثلا اي حاجه الار تي سي كل الموديولز دي متوصله برضه على نفس الحاجات دي. طالما هم كلهم بيشيلوا نفس اللاين ده لو الماستر عاوز يكلم سليف هيكلمه ازاي؟ عن طريق الادرس عن طريق الادرس. فلازم لما الماستر يبدا كوميونيكيشن لازم يحدد الادرس الاول لازم يبعت الادرس الاول ماشي. واول ما يبعت الادرس الديفايس اللي الادرس بتاعه بيبقى عارف ان هو ده اللي هيجي له الداتا اللي جايه. اي حاجه ثانيه بتسكت يعني اللي مثلا لو انت حددت ادرس الار تي اس الار تي سي ال سي دي ساعتها مش هتشوف الداتا او مش هتقرا الداتا اللي جايه الادرس مش بتاعها وكذلك بقيه الموديولز. فبعدين بعد ما بيبعت الادرس وخلاص عرفت انت هتكلم انهي ديفايس هتقرا منه او هتاخد منه او هتبعت له داتا بعدين بقى بتبتدي بقى تتعامل معاه سواء تبعت له الداتا دي او تقرا منه الداتا اللي انت عاوزها. خلاص دي فكره الايه الاي تو سي بمنتهى السهوله. الاس بي اي بقى ايه حد عارف فكره الاس بي اي؟ بيبقى فيه كام سيجنال طيب؟ 4 بيبقى فيه تشيبس خلي تشيبس لك دي في الاخر بيبقى فيه الكلوك وفي الماستر اوت سليف ان وفي الماستر ان سليف اوت
في التشيب سيلكت. فدول كلهم بمتوصلين برضو. ادي الاردوينو بورد بتاعتك، وادي الموديولز M1 M2 M3 ماشي. كلهم بيشيروا كلوك لاين، ادي الكلوك لاين اهي خلاص، وكلهم بيشيروا الماستر اوت سليف ان، فالسهم يبقى خارج من الماستر رايح للسليف، دي كده الماستر اوت سليف ان، ودول كذلك ودي كذلك، وكلهم بيشيروا الماستر ان سليف اوت، فالسهم يبقى جاي من السليف ماستر ان سليف اوت اهو ماشي. واخيرا بقى التشيب سيلكت، تشيب سيلكت 1 تشيب سيلكت 2 تشيب سيلكت 3. دي بقى من عيوب الاس بي اي ان التشيب سيلكت ده انديفيدوال لاين، معلش على الرسمه مش باظت بس الفكره واضحه يعني، ويشغل اكتف لو. يعني ايه اكتف لو؟ لما اللاين سوري تشيب سيلكت ده المفروض ان هو من الماستر رايح، لما اللاين يبقى لو معنى كده ان هو اكتف خلاص، شغال اكتف لو. خلي بالكم من المعلومه النقطه دي. قول ايه؟ يعني ايه لازمته؟ لا 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 لا، ده زي ما انت كنت هتحط بول اب ريزيستور على الانبوت بين، ده حاجه عشان السيركت، عشان حمايه السيركت مش اكتر. انت اصلا لو ما حطيتش البول اب ريزيستور دي في السيميوليتر هيشتغل، بس على الحقيقه ممكن بقى سيركت تتحرق بتاع، فعشان كده بتتحط يعني. طيب وضحت كده الفكره العامه؟ لازم توصل على الكود ازاي بتستخدم الاس بي اي والاي تو سي ماشي. طيب نرجع تاني للموديول اللي هو الدرايفر ده، فده زي ما قلنا شغال اس بي اي. خلي بالكم بقى الاردوينو بورد اماكن الحاجات دي فين. الكلوك بتاعت الاس بي اي على البين رقم 13، لازم تبقى عارف المعلومه دي ماشي. و الماستر اوت سليف ان بتاع الاردوينو على البورد، على البورد رقم 11. التشيب سيلكت براحتك، بس الباي ديفولت 10 يعني هي براحتك ماشي. والكلوك بتاعت الاس بي اي قلنا ان هي بتبقى على 13 ماشي. طيب نشوف بقى بقيه توصيله الدرايفر ده من ناحيه ال 7 سيجمنت موديول. ال 7 سيجمنت موديول عامه ليه حاجتين، الاسلاك دي بتقول لك اي بي سي دي اي اف جي دي بي، دول كده بيقول لك انت هتنور ايه في ال 7 سيجمنت بتاعتك. الست اسلاك دول بيقول لك انت هتنور انهي 7 سيجمنت ديسبلاي فيهم. لو انت عاوز تشغل الاولى وتكتب عليها 8 فانت هتخلي ال 1 ده هاي والاسلاك دي كلها تنورها. واضحه كده؟ انت بقى لازمه الموديول اللي في النص ده ان هو بيعمل لك الكلام ده كله، انت مالكش دعوه بحاجه. انت تقول له انا عاوز انور الفلانيه واحط عليها الفاليو الفلانيه وخلاص ماشي. هو بقى بيعمل كل اللوجيك ده، هو بقى بيسلكت انهي واحده فيهم وبيشوف هيسلكت انهي ليدز فيهم وينورهم خلاص. ده لازمه الموديول اللي هو ال 7 سيجمنت درايفر. واضح كده فكرته؟ اتفضلي. ايه؟ الدي ان دي الماستر اوت من الاردوينو بورد اللي سليب ان في الدرايفر ده. طيب حل السؤال سهل اصلا، يعني سيبكم ان هو ملعبك شويه بس هو سهل. انت هتعمل، انت تجيب الاردوينو بورد تقرا التايم كام وتسند الكوماند للدرايفر ده عشان يكتب لك التايم على 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 على, 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 على على السيجمنت اللي انت عاوزها ماشي. فتعالوا كده نشوف الكود بمنتهى السهوله. هو ده الكود، بصوا كده
اولا انا محتاج اس بي اي فهاش انكلود اس بي اي دوت اتش ماشي دي هستخدمها عشان اتعامل مع الدرايفر اللي هو الماكس 7221 ده وهستخدم تو لايبريز عشان هتعامل مع الار تي سي تايم دوت اتش ودي بقى اللايبرري بتاعت الموديول اللي انا هستخدمه اللي هي دي اس 1307 ار تي سي على حسب الموديول في الار تي سي اللي انت مستخدمه على حسب اللايبرري اللي انت هتعملها بس هما كلهم نفس الفكره ماشي ودي التشيب سيلكت المفروض كنت اخليها سي اس مش عارف ليه كتبتها اس اس ما علينا دي التشيب سيلكت معرفه ان هي على البين رقم 10 وده عدد الديجيتس اللي عندي في السيستم 6 انت ممكن تجيب الموديول ده 2 ديجيتس او 4 او 6 او 8 ماشي كل ده شغال معاه تمام يعني بصوا بقى دي بقى الطريقه اللي انت هتتعامل بيها مع الدرايفر ماكس 7221 درايفر هتعامل بيه ازاي في الاول لازم تحدد الديفايس ده فعشان تقول له ان انا هبتدي اكلمك في الاس بي اي بتعمل ايه لازم تخلي الشيب سيلكت بتاعته بلو اصلا لو كان اي تو سي كنت هتعمل ايه كنت هتبعت الادرس بتاعه وبعدين تبعت له الداتا لكن هو اس بي اي فهتبعت له الشيب سيلكت تخليها لو بتاعته وتبتدي تبعت له بقى الداتا اللي انت عاوز تبعتها له ماشي فده اللي احنا هنعمله في الاول عشان تبعت كوماند للدرايفر بتاعك لازم تخلي الشيب سيلكت بتاعته في الاول بلو فاحنا ده اللي عملناه ديجيتال رايت اس اس لو كده عملنا سيلكت تشيب للي هي اللي على البين رقم 10 وبعدين كتبنا تو عملنا ترانسفير للداتا على تو على مرتين يعني عملنا اس بي اي دوت ترانسفير الكوماند واس بي اي دوت ترانسفير الفالي ايه بقى ده بقى الاس بي اي شغال او الدرايفر ده سوري شغال انت بتبعت له حاجتين تبعت له الكوماند اللي انت عاوز تعمله والفاليو بتاعته يعني على سبيل المثال كوماند من الكوماندز اللي عنده لو انت عاوز تنور ال7 سيجمنت الاولى تحط فيها رقم 8 فتبعت له كوماند واحد تحط في الكوماند ده واحد والفاليو ب 8 بمنتهى السهوله جدا هيروح عامل لك ايه خلي الديجيت دي يخليك فيها 8 بس فهي مجموعه من الكوماندز تاخد فاليوز الكوماندز دي عنده في ريجسترز ده لو انت عاوز تفهمها بقى من جوه شغاله ازاي هو بيبقى عنده ريجسترز كده وانت بتقول له كوماند واحد فيروح للريجستر الاولاني يروح حاطط فيه الثمانية دي فالثمانية دي هو اللي ايه بيترجمها عنده بقى بالديكودر يروح منور بيها الثمانية في السيفن سيجمنت ديسبلاي الاولى دي وضحت الفكره فانت عشان لما تيجي تستخدم مع الدرايفر اللي احنا مستخدمينه ده تبعت له الكوماند والفاليو بتاعته فلازم تبقى عارف الداتا شيت بتاعته تقراها والحاجه اللي انت عاوز تستخدمها تستخدمها ماشي وانا هقول لكم الكوماندز اللي احنا هنستخدمها ايه بالظبط بعد ما تخلص بقى ترانسفير بعد ما تخلص ترانسفير لي خلي الشيب سيلكت اهو عشان لو انت عاوز تعمل حاجه ثانيه بقى ماشي ده كده السند كوماند دي لما نستخدم السند كوماند انا ابعت له الكوماند والفاليو في الكود بعد كده ماشي تعالوا نشوف الفويد سيت اب السيت اب انا محتاج سيريال مونيتور عشان بس هعرض عليها ايه الحاجات الفاليوز اللي هقراها حاجه دي ديباج ليا مش مستخدمه في الايه في السؤال اصلا يعني دي في السؤال مش هتكتبها اول حاجه بعد كده بقى ده بدايه الحل بقى اس بي اي دوت بيجن ماشي اس بي اي دوت بيجن عشان يظبط الموديول بتاع الاس بي اي والتشيب سيلكت بتاعتك هتخليها اوتبوت بالنسبه للاردوينو هي اوتبوت ماشي لازم تعملها اوتبوت وبعدين بقى تعالوا بقى نشوف بقى ده الانيشاليزيشن بتاع الدرايفر وركزوا فيه بقى دي مجموعه من الكوماندز هبعتها خلال الكوماند دي احدد لي شويه حاجات فاول حاجه طبعا عشان اكلم الموديول ده اصلا لازم اخلي الديجيتال عامل تشيب سيلكت بلو ماشي ابتدي ابعت الكوماندز بتاعتي بقى عامه السطر ده ملوش لازمه لان كده كده وانت بتبقى تسند كوماند بتخلي تشيب سيلكت بلو اصلا فما كانش ليه لازمه مش انت في فانكشن بتاعت سند كوماند دي تخلي التشيب سيلكت بلو صح فهي ملهاش لازمه اصلا السطر ده في الاول هنا بس ما علينا يعني ما علينا ما انا بقول لك هو ملوش لازمه انت كده كده في السند كوماند اصلا بتعمله بلو بعدين بهاي فملهاش لازمه قوي يعني ايه بقى الكوماندز اللي انا كاتبها دي بص بقى نشوف كل واحد بيعمل ايه سند كوماند الاولاني سي سي دي اللي هي 12 يعني بالهكسا ديسيمال
لما تدي له كوماند رقم 12 وتدي له 1 معنى كده ان انت في النورمال مود ماشي النورمال مود بتاعك وبعد كده هتبعت له كوماند اف اللي هو 15 0 الاف دي عنده ايه الديسبلاي تيست التيست مود عنده بينور لك كل الليدز كله يعني هينور لك الثمانيه بالدوت بين دي كله هيبقى منور انت مش عاوز تعمل كده انت عاوز تحدد حاجات معينه ارقام معينه هتكتبها فهنخلي التيست اوف فهنخلي دي بزيرو ماشي فاحنا في الاول شغلناها على النورمال مود وخليها بزيرو الكوماند اللي بعده مهم برضو الانتنسيتي بتاعت الليدز اللي هتنور ماشي ودي مهمه ليه لما يكون عندك الباور بتاعتك قليله وانت عندك كذا ليد المفروض بقى تظبطها كويس عشان ما تستهلكش باور كتير طبعا ده سيميليتور مش فارق معاه اصلا الكلام ده بس الكوماند اللي بيظبط لك الانتنسيتي بتاعت الليدز هو ايه اللي هو 10 يعني وتدي له 9 خلاص هو بياخد فاليوز ايه اصلا من 1 ل 15 ماشي لو 1 يبقى اقل حاجه لو 15 يبقى اعلى انتنسيتي انا خليتها في النص 9 ماشي بعدين بقى الكوماندز اللي جايين دول مهمين بالذات ده اهم واحد فيهم ده السكان بتاع ده الكوماند ده السكان كوماند بتاع الديجيتس مش انت عندك في الموديول ده 6 ديجيتس صح كده عندك الستة ديجيتس دول 1 2 3 4 5 6 دي الديجيتس اللي انت المفروض بتشغلها دلوقتي وعاوز تتحكم فيها فهو بيعمل ايه اصلا هو بيشوف انت حاطط في كل ديجيت من دي بكام ويلف عليهم بسرعه بسرعه يشغلهم كلهم مع بعض ده هو اللي بيعمله فالسكان مود ده بيقول لك انت عاوز تسكان انهي واحده في الديجيتس اللي عندك خلاص فانا اديت له ان انا عندي 6 فاديت له 5 فلما ادي له 5 ان هو هيسكان من الاول من اول واحده دي لاخر واحده فده بياخد على العدد اللي عندك ماينس 1 يعني ماشي فهيعمل ايه هيشوف الفاليوز اللي انت كاتبها في كل ريجستر مقابل لل 7 سيجمنت دي ويروح حاطط رقم بتاعها يحط هنا 7 6 5 على حسب اللي انت كاتبه ويشفت بسرعه الاضاءه ما بينهم فانت ما تحسش بالفريكوانسي ده ماشي هو اصلا ازاي هيشغل ال 7 سيجمنتس دي باستخدام اللاينز اللي عنده دي بس بص كده نرجع للرسمه تاني بص هو كان عنده كام لاين اصلا ازاي هيشغلهم كلهم مع بعض هيبعت اللاينز اللي تشتغل لاول ليد على حسب بقى اللي انت محدده في السكان مود ويسويتش بسرعه للليد اللي جنبها اللاينز بتاعتها ويسويتش بسرعه للليد اللي جنبها الفاليوز بتاعتها وهكذا ويسويتش ما بينهم كلهم بفريكونسي عينك ما تجيبوش ده اللي هو بيعمله اصلا ماشي واضحه كده طيب ودي لازمه السكان مود السكان كوماند ده اللي انا بعته ايه ايه يعني مش فاهم بالراحه كده حافظين اللايبرز نفسها ايوه انا مش عارف الصراحه انا مش عارف المفروض تبقوا حافظينها بس انا بقول لك لو هتستخدمها تجيبها الداتا شيت بتاعتها وتقرا الكوماند بيعمل ايه والفاليو اللي بياخدها كام لكن ما اعرفش بقى في الامتحان بقى هو معتمد ان انتوا تبقوا عارفين دي هتبقى عارفينها ولا انا ما عنديش فكره ممكن تسالوا فيها الدكتور بقى بس هي اتشرحت في المحاضره صح الكلام ده اتشرح في المحاضره خلاص هو طالما قال في الداتا شيت فالطبيعي انما تبقاش حاجه محفوظه يعني ده الطبيعي بس برضه اساله احسن اساله احسن نكمل بقى نكمل اخر كوماند في دول بقى ده الديكود كوماند فانا عاوز يعمل ديكود ايه الديكود ان انا هدي له بس الرقم وهو يشوف هو ينور انهي ليد في دول فانا اقول له 7 فالسبعه دي هيترجمها لايه لدي ودي ودي ده لو انا مشغل اول واحده يعني ادي له 0 فهو يترجمه ده معنى كلمه الديكود فانا مش هتعب نفسي انهي ليد اللي هتنور في ال7 سيجمنت دي خلاص انا هتعب نفسي ان انا اعمل ايه هشغل بس الديكود مود واقول له اكتب 7 فيكتب 7 خلاص دي اللي هو المود الكوماند رقم 9 فلما ادي له اف اف ده هيشغل لي الديكود مود خلاص وبعدين عملت تشيب
حطيتها هاي فكده خلصت الكوميونيكيشن بقى ال اس بي اي ده. تعال بقى نشوف ازاي بقى نينيشاليز الار تي اس الار تي سي سوري الار تي سي اللايبرري اللي انا مستخدمها دي بتعمل انيشاليزيشن بالطريقه دي، بتدي لها سيت سينك بروفايدر ار تي سي دوت جيت بس، دي كانك عملت انيشاليزيشن خلاص كده، بتعمل انيشاليزيشن للموديول ده ماشي، بحيث لما تقول له بعد كده هات الاور فيجيب لك التايم من الار تي اس من الار تي سي، المينت يجيبها لك من الار تي سي خلاص، فيجيب لك الوقت بجد كام دلوقتي. وهنا بس انا كنت بتشيك الستاتس هل هو عارف يجيب الموديول ولا لا، دي بس حاجه فور ديباجنج يعني عشان ايه تعرف انت موصل صح ولا غلط ماشي. تعال بقى نشوف ايه اللي بيحصل جوه الفويد لوب. ايه في احنا لسه كل ده بنعمل انيشاليزيشن. تعال بقى نشوف هنعمل ايه. على فكره كود سهل جدا، هكول فانكشن اسمها ديجيتال كلوك ديسبلاي وهعمل ديلي سكند واحده، لان كده كده عندي ايه اللي بيحصل ايه ان الوقت بيتغير كل ثانيه، انا هعرض الاورز هنا على دول والمينتس وبعدين السكندز هنا، فمش محتاج ان انا اعرض كل شويه، انا محتاج ان انا اشغل كل ثانيه. والحل الاحسن من ده ان انت تعمل ايه؟ ها؟ تعملها في تايمر، ده الحل الاحسن بقى. ماشي؟ انت تعمل الفانكشن اللي اسمها ديجيتال كلوك ديسبلاي دي تحطها في تايمر وتشغلها كل ثانيه. ده الحل الاحسن من اللي انا عامله ده. ماشي؟ فاكرين طبعا التايمر شغال ازاي؟ كنت بتعمل ستارت بتعمل سيت للتايمر ستارت، ولما تعوز تفيد كنت ايه بتعمل له ستوب. هما كانوا ثلاث سطور اصلا في التايم. تعالى بقى نشوف فانكشن اسمها ديجيتال كلوك ديسبلاي دي شغاله ازاي. انا محتاج ايه اصلا؟ محتاج اقرا من الار تي سي الاور والمينت والسكندز خلاص؟ هقراهم وكل فاليو من دول هحطها على تو 7 سيجمنتس. يعني الاور لو كانت 12 محتاج احط واحد هنا واثنين هنا صح؟ لو المينتس كانت 23 محتاج احط اثنين هنا وثلاثه هنا، لو كان السكند 59 محتاج احط خمسه هنا وتسعه هنا خلاص. فده انا بعمله في بقيه الكود، هقرا الاور وبعدين هقسمها على تو ديجيتس، اقرا المينتس وبعدين هقسمها على تو ديجيتس، اقرا السكندز واقسمها على تو ديجيتس خلاص. فانا الفانكشن اسمها اور دي، بصوا دي بتديني الوقت كام دلوقتي خلاص، فخزنتها في فاريبل اسمه hours number. وبعدين الدرايفر ده لما تبعت له تقول له انا عاوز اشغل الديسبلاي الاولى دي احط فيها رقم، فالديسبلاي الاولى دي الكوماند بتاعها واحد ماشي، فتبعت له الكوماند واحد تقول له انا عاوز احط سبعه هنا مثلا، فيروح راسم لك عليها سبعه تسعه، يروح راسم لك عليها تسعه خلاص. فالكوماند اللي بيقول لك تشغل في انهي ديسبلاي من دول هو رقم الديسبلاي ذات نفسه من الشمال، يعني ده 1 2 3 4 5 6 لو في يبقى 7 8 على حسب بقى انت عندك الموديول بتاعك فيه كام واحده ماشي كده. وبعدين هبعت الكوماند واقول له يحط على الديجيت الاولانيه دي والديجيت الثانيه الاور اللي انا قريتها دي صح. بس المشكله بقى الاور اللي انا قريتها لو كانت الساعه مثلا 12 او 11 فانا محتاج اكتبها على 2، ازاي بقى اكتب ال 11 دي افصلها ازاي؟ الديجيت دي لوحدها تتكتب هنا والديجيت دي لوحدها تتكتب هنا. او بالظبط هعمل حاجتين، عمليتين مهمين لازم تبقوا عارفين بتعملوا ازاي. لما يكون عندك رقم عاوز تفصله بالديجيت لوحده، الاول ده 11 لما تقسمه على 10 الانتجر ديفيجن هيعمل ايه؟ 11 على 10 هيديك الواحد بس، فتاخد الواحد ده تعمله ايه؟ تحطه على اول واحد، وباقي القسمه على 10 هيديك الديجيت الثانيه دي. طب تعالوا نجرب على رقم اكبر من كده شويه زي ال 12 مثلا، 12 على 10 هتساوي 1، تروح حاطط الواحد هنا ماشي؟ 12 ريميندر 10 2، ايه بقى قسمه ال 12 على 10؟ 2، تروح حاطه في الديجيت دي. فانت لما تقسم الاورز الاورز نمبر على 10 حطه في اول ديجيت، سند كوماند 1 وادي له الفاليو بتاعته اورز نمبر على 10، وبعدين السند كوماند 2 اورز نمبر ريميندر 10 خلاص. وده اللي انت هتعمله في المينتس والسكندز بالظبط ماشي، هتقرا المينت وتحطها بقى في الديجيت الثالثه والرابعه، ما تنساش بقى تغير الديجيت، وتقرا السكند وتحطها في الديجيت الخمسه والسته.
حد كده عنده مشكلة؟ واضح السؤال ده؟ أعتقد سهل صح؟ الكود بتاعه أصلا أنت عملتش حاجة، أنت قريت باستخدمت library hour minute second قريت، عملت بس حركة فصلت الدوت ديجيتس دول عشان تحط واحدة هنا وواحدة هنا. جربوا الكود ده، لما لازم تجربوا الكود ده وتشغلوه على على بروبس. في بس ملحوظة ثانية، السؤال اللي أنا بعته لكم اللي هو كان فيه حل، الحل ده لو حد شافه يعني، عشان انا عملته غلط او مش عملته غلط، عملت اللوجيك بتاعه غلط، اللي هو ده الباونسنج لايت. المفروض الباونسنج لايت على تعريف الشيت الاولاني اللي احنا حليناه تعمل ايه؟ تنور اول ليد، وبعدين تطفيها وتنور تاني ليد، وبعدين الثالثه والرابعه وهكذا. فالكود بس اللوجيك بتاعه هيتغير، بس في حاجه سطرين بس اللي هيتغيروا انا بعته لكم عن اللي انا شرحته يعني، بس الفكره هي هي. حد عنده سؤال؟ ايه يعني من الناحيتين؟ ثانيه واحده نجيب السؤال. ايه بقى؟ انت قصدك مجموعه الاسلاك دي ومجموعه الاسلاك دي، دي بص كده مسؤوله عن السيجمنت الواحده ماشي. دي بقى انهي واحده فيهم؟ يعني انت لو سلكت الاولانيه ونورتها كلها هينور لك اول واحده 8. هو بقى الدرايفر ده بيعمل ايه؟ بيسكان ما بينهم كلهم بالارقام اللي انت حاططها بس. حد كده عنده مشكله يا جماعه؟ خلاص نلتقي الاسبوع القادم، شكرا.